محافظات مصر كان فيها مجموعة كبيرة من الأحداث، طبعا أبرزها من المنيا، تخصيص 4 منافذ متنقلة لتوفير السلع واللحوم والخضروات في صملوط، وكمان تم إجراء 63 عملية جراحية بمشاركة 80 جراح من الكوادر الطبية بسوهاج للقضاء على قوائم الانتظار. كمان معانا فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة بحي غرب المنصورة، وكان في برضو الكشف على 890 مريض خلال قافلة طبية مجانية بمبادرة بداية في البحيرة. أخبار تانية من محافظات معانا في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها إن الوحدة المحلية بمركز صملوط شمال المنيا قامت بتوجيه 4 منافذ متنقلة لتوفير السلع والخدمات الأساسية ضمن مبادرة بداية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم المنتجات بأسعار مناسبة، وتضمنت المنافذ المتنقلة السلع الأساسية وبتشمل السكر والرز والزيت ومجموعة متنوعة من الخضروات بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. نظمت مديرية الصحة بسوهاج فعاليات يوم في حب مصر بمستشفى سوهاج العام ضمن الجهود المبذولة للقضاء على قوائم انتظار المرضى بالمحافظة وضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وتم إجراء 63 عملية جراحية شملت عدد من العمليات ذات المهارة العالية. تضمنت العمليات الجراحية وعمليات المناظير ومناظير الجهاز الهضمي والعظام اللي من بينها تغيير المفاصل وتثبيت الفقرات والمسالك البولية والتجميل والأنف والأذن والنساء والتوليد. أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية ديبي التابعة لمركز رشيد في إطار المبادرة الرئاسية بداية. أسفرت القافلة عن الكشف على 890 مواطن بشكل مجاني من خلال وجود 8 عيادات طبية، وتنوعت أعمالها ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. شهدت محافظة أسوان ختام فعاليات الأسبوع 11 لبرنامج وعي للتوعية المجتمعية اللي استهدف أهالي قريتي وادي الصعيدة والرمادي إبلي بمركز إدفو وقرية بلانة بمركز نصر النوبة وأيضاً قرية العتمور إبلي بمركز كومومبو، وده لتحقيق تنمية محلية مستدامة ورفع الوعي والثقافة لدى المواطنين بمختلف القرى والنجوع خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. استقبل مطار مرسى علم الدولي 12 رحلة طيران دولية من بين 164 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى أمس الجمعة، وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، وبعدها نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. اختتمت محافظة شمال سيناء الأسبوع البيئي اللي تضمن عدة مبادرات دعا ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم توزيع 200 حاوية بلاستيك وشتلات زينة، وأيضاً عمل ندوات تثقيفية بمسابقات بيئية بجوائز قيمة على مدار الأسبوع لنشر الوعي البيئي بسلوك حضاري تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية مسجدي النور والإيمان بإدارة أوقاف العمرية تاني في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، كما تم انطلاق قافلة دعوية من مسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب لنشر صحيح الدين الإسلامي. مديرية الصحة بدمياط أطلقت قافلة طبية مجانية بمركز كفر سعد ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. تمكنت القافلة من فحص 1008 مواطن وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان وإجراء 152 تحليل بمعمل الدم و17 تحليل بمعمل الطفيليات وأيضاً فحص 26 حالة بالأشعة.